في إطار الجهود الدولية التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية لحل القضايا الدولية، فقد أسهم الدور السياسي الذي قادته الصين في مجلس الأمن بصفتها رئيسة الدورة لشهر مايو من العام الحالي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين ضمن الجهود العالمية الرامية إلى حل الدولتين. جمهورية الصين الشعبية تاريخياً موقفها جيد من القضايا العربية وتحديداً من القضية العربية المركزية في فلسطين. تاريخاً هي تقف مع الحق العربي وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية وإلى إنصاف الفلسطينيين وإلى إحلال السلام، وهذا معروف يعني ويقدر لأصدقائنا في الصين. حالياً وفي ظل متمعطيات مختلفة ومتغيرات دولية وتعقيدات أيضاً في هذا الجانب، ومن خلال رئاستها في مجلس الأمن وفي جميع المنظمات الدولية، الصين لها دور جيد ولها دور دائماً يسعى إلى حل النزاعات. الصين طرحت خلال فترة التوتر التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مقترحاً على طاولة مجلس الأمن لتهدئة النزاع تضمن 4 نقاط رئيسية: لوقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف وخاصة إسرائيل على ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور، الأمر الذي وجد ترحيباً عالمياً للتوصل إلى حل سلمي. وجدت الصين اليوم في الملف الفلسطيني الإسرائيلي هو فرصة مهمة لتطبيق مبادئها في سياستها الخارجية الداعية إلى تحقيق الاستقرار والسلام، لكن أنا في تقديري أن أيضاً أن الصين تحاول بشتى الطرق أن تتبنى سياسة خارجية أكثر اتزاناً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر منحازة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجد أن الصين تحاول بشتى الطرق أن تكسب الطرف العربي أو الدول الإسلامية. وخلال رئاسة الصين لمجلس الأمن لشهر مايو، دعا وزير الخارجية الصيني إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ورفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وكامل وضمان أمن المدنيين وحقوقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة. القضية الفلسطينية هي بحاجة حقيقة إلى جهد دولي كبير جدا، وخصوصا من دولة عظمى بحجم الصين. ومن هذا المنبر ومن هذا خلال هذا الكلام يعني أن نتمنى جميعا ونعول ونؤمل على الأصدقاء في الصين بأن يبذلوا المزيد من الجهد في سبيل حل هذه القضية وإنصاف الشعب الفلسطيني، وأيضا دفع الجهود الدولية الأخرى إلى أن تكون منصفة تجاه هذه القضية وإحلال السلام في المنطقة. وأكدت الصين بأن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وأنه لا يمكن تحقيق تسوية دائمة إلا على أساس حل الدولتين. اليوم تحاول الصين أن تعيد الأهمية لمسألة الجغرافيا السياسية والعمل على صياغة سياسة خارجية تقوم على المبادئ الكونفوشيوسية التي تهتم بشكل رئيسي بمسألة إرساء دعائم السلام في العالم. جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة قادتها الصين في مجلس الأمن ساهمت في وقف إطلاق النار وبدء الهدنة بين أطراف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. سامي الحمود لقناة CGTN العربية، الرياض.